اهلا بكم، اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير. وفي البدايه بشكركم جدا على كل كلامكم وتعليقاتكم الجميله اللي انا بقراها كلها، وشيء طبعا بيسعدني. بس في البدايه بقول لك، لو كنت لسه جديد يا ريت تعرفنا بنفسك علشان نرحب بيك، ولو لسه ما اشتركتش يا ريت تشترك وتضغط على زر الجرس اللي هيظهر لك علشان نفضل دايما متواصلين مع بعض. كمان انا سايب الانستجرام بتاعي وقناتينا او القناتين بتوعنا التانيين ومثبتهم في اول تعليق اللي حابب ان هو يشترك. النهارده هنتكلم عن موضوع بننزله في المنتدى وكالعادة بياخد اعلى تصويت. الموضوع باختصار ابراج عندها سرعة بديهة عالية اوي 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 لدرجة انها اصبحت ملفتة أوي ومثيرة للإعجاب. إيه هي الأبراج دي وليه، وإيه الأسباب اللي بتخليها تتفرد أو إن هي تتميز يعني بالنقطة دي عن غيرها؟ ده اللي إحنا هنركز عليه وهنوضحه في الحلقة دي. لكن في البداية رجاء اللايك التشجيعي والتحفيزي اللي تعودنا عليه منكم ما تكسلوش، يلا بينا نبتدي. معانا 5 أبراج بس. في المركز الخامس معانا برج القوس الناري. برج القوس عنده سرعة بديهة ملفتة ومميزة، ولا سيما في رده، يعني في رده عليك أو على أي حد سواء راجل سواء ست، وما تحسش ان هو اتلخبط، وما تحسش ان هو ارتبك، وما تحسش ان هو فقد يعني القدرة على الإجابة أو على الرد. صعب أوي ان أبراج القوس تقع في الحتة دي. يعني هي الأبراج الخمسة اللي معانا دي أبراج فهلوية، يعني أبراج بتعرف تتعامل. الخمسة من أول القوس لحد ما نوصل للمركز الأول، وطبعا كل ما بنطلع لفوق بناخد يعني أقدر على أو عنده أو بيتمتع بالصفة دي بشكل أكبر وأميز. يعني هناخد دلوقتي في المركز الرابع برج هوائي، وهو برج الميزان. برج الميزان أيضا عنده سرعة بديهة ملفتة ومميزة، وبتصل لحد يعني نقدر نقول عليه مثيرة جدا للإعجاب، وهو برج سياسي أصلا بطبعه سواء راجل سواء ست. برج القوس أصلا بطبعه هتلاقي برج يعني عنده روح الدعابة، عنده خفة الدم، يعني هو بيعرف يكون صداقات كويس هو في النقطة دي، وبتلاقي الناس بتحبه. بينما برج الميزان زي ما قلنا من شوية برج سياسي ومن الدرجة الأولى، يعني كل برج هتلاقي فيه صفة بتساعده قوي إن يكون عنده سرعة بديهة مميزة ومحببة لدى الآخرين. ده اللي احنا عايزين نوضحه في النقطة دي. يعني عايزين نوضح حاجة، مش معنى الأبراج اللي مش هنذكرها في الفيديو دي إن ما عندهاش سرعة بديهة، ولكن ال5 أبراج اللي احنا ركزنا عليهم دول يعني فارقين شوية، أو البديهة بتاعتهم بتكون ملفتة شوية للي بيتعامل معاهم. وزي ما تعودت دايما أنا في حلقات الترتيب، شاركوني بقى تتوقعوا مين كده هيكون معانا من المركز الثالث للمركز الأول. يلا، بيعجبني ذكائكم وبيعجبني توقعاتكم اللي ما شاء الله غالبا بتكون يعني في محلها أو بتكون صحيحة. توقعوا كده واكتبوا معايا، واللي ما عملش لايك ونسي يعمل لايك يا ريت يعمل لايك. ادينا بندي فرصة كمان تكتبوا. في المركز الثالث معانا برج الجدي الترابي، والجدي ده حكاية لوحده. يعني ليه الجدي حكاية؟ الجدي حكاية لأنه عنده مش سرعة بديهة، هو كمان عنده سرعة توقع، يعني غالبا بيكون عارف كتير قوي من اللي ممكن انت هتقوله له، أو ممكن اللي هيتسأل فيه أو اللي هيتعرض عليه. يعني بيكون عنده قدرة مميزة وملفتة ومثيرة، أو تصل لحد درجة يعني الإعجاب بالنسبة للي بيتعامل معاه. لذلك هو بيتقدم على برج القوس وعلى برج الميزان اللي جم في الخامس وجم في الرابع، وبينفرد بالمركز الثالث في الصدد ده. توقعوا معايا مين البرج اللي يكون أقوى بقى في المركز الثاني معانا، ولا سيما مين كده توقع معايا اللي في المركز الأول. عامة في المركز الثاني معانا أيضا برج هوائي، وهو برج الجوزاء الهوائي. الجوزاء أقوى مؤكد من ال3 أبراج اللي احنا أخدناهم. ليه؟ يلا بينا نعرف باختصار يعني، ونحاول ان احنا ندور على تعبير موجز كده او يوجز اللي احنا عايزين نقوله. سرعة بديهة برج الجوزاء تقريبا بسرعة الصاروخ. يعني ايه بسرعة الصاروخ؟ يعني برج الجوزاء عنده القدرة ان هو يدخل في اي موضوع، ان هو يتفلسف في اي موضوع، ان هو يتكلم في اي موضوع، والادهى من كده انه عنده القدرة ان هو يقنعك ان هو يمتلك معلومات او يمتلك
معرفة أو يمتلك قدرات كبيرة أوي في موضوع ممكن يكون أول مرة، أو في مجال ممكن يكون أول مرة هو بيخوضه، وده اللي بيجعل برج الجوزاء سواء راجل سواء ست مميز بالتأكيد. انا عايزك تعرف ان الخمس ابراج اللي احنا بنتكلم عليها دي ابراج قادرة جدا على ان هي تخرج او ان هي تطلع نفسها من اي موقف بمنتهى السهولة، يعني هي ابراج كمان كلها ابراج ذكية. تتوقع مين يكون معانا في المركز الاول واللي هيتفوق على كل الابراج دي وهيستحق المركز ده؟ حد توقعه؟ اعتقد ايضا ان في كتير منكم توقعه، وهو برج الأسد الناري. صراحة برج الأسد واللي هيتعامل معاهم الإناث والرجال على حد السواء هيلاحظ أوي إن عندهم سرعة بديهة ملفتة أوي 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 لأبعد الحدود، ممكن تكون سبب من أحد الأسباب الرئيسية اللي تخليك تتعلق بيه وتقع في غرامه بعد كده. وعلى فكرة عايز اقول لكم حاجة، الجوزاء والاسد الفرق بينهم طفيف جدا، ممكن الاتنين نقدر نقول عليهم يشتركوا في المركز الاول. وعايزك كمان تعرف ان الخمس ابراج دي ابراج ذكية جدا، وابراج ايضا من احد الاسباب الرئيسية من شوية زي ما احنا قلنا في جاذبيتها، هو النقطة دي ان انت بتعجب بشخصيتها ولا سيما لما بتتعامل معاها. مش عايز اطول عليكم، اتمنى الحلقة تكون كانت مفيدة ليكم. زي ما تعودت منكم، يا ريت اللي نسى ان هو يحط لنا لايك، مش هيخسره حاجة يدعمنا بلايك. اكتبوا لي ارائكم دايما، واكتبوا لي مشاركاتكم، وعرفوني بنفسكم، واشتركوا في قنواتنا الاخرى. هتوحشوني.